يسعد الله اوقاتكم مشاهدي ومتابعي قناه زاغروس الفضائيه، مثل ما عودناكم دائما ناخذكم جولاتنا المميزه والمختلفه والمتنوعه. جولتنا لهذا اليوم تتحدث عن اختيار ملكه جمال القطط في السليمانيه، خليكم ويانا. اليوم هي ذكرى تأسيس مشفى رويال البيطري، وفي هذه المناسبة أردنا عرض القطط الجميلة والمتميزة في السليمانية. اليوم هناك نحو 400 قطة مشاركة في مسابقة ملكة جمال القطط، وقمنا باختيار أجمل 3 قطط، وتم إعطاء الجوائز لأصحاب 200 قطة أخرى. الهدف الرئيسي من هذا النشاط هو نشر الوعي حول الرفق بالحيوانات والاعتناء بها. نظمنا مراسيم لاختيار أجمل قطة بمناسبة تأسيس مشفى رويال البيطري، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مسابقة لملكة جمال القطط. بكل تأكيد أشعر بالسعادة اليوم مع فوز قطتي بالمرتبة الأولى في مسابقة ملكة جمال القطط، والتي تم اختيارها من بين نحو 300 قطة مشاركة في هذا المهرجان. هي تجربة حلوة، لأنه أنا بزونتي من النوع اللي شوية مو مختلط، يعني ما يحب الاختلاط، فهسه دا احس من جبت لهذا الايفنت احس يعني شويه انفتح اكثر، فمناسبه حلوه. هاي اول مره يعني اني اشارك بهيك مناسبه، ويجوز هاي اول مره يعني يسوون هيك مناسبه. جولتنا مشاهدينا، أتمنى أن استمتعتوا بهذه الجولة لقناة زاغروس، كنت معكم نبل عاني السليمانية.